بس هو متعب عايز معامله نفسيه. ممكن حسام يقول له متعب الموضوع زي ما انا بتكلم كده 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 ما هيتقبل. حسام قال ومتعب قال لي لا، ما هو انا ساعات بقول ان رجلي تعبانه عشان ما احرجش نفسي، مش انا اللي معاه حق. طب كابتن شريف، هل حضرتك شايف ان بعض من المغردين كبروا ازمه متعب وخدت حجم اكبر من اللي هي الاعلام تستحقه؟ الاعلام بتاعك نعم. الاعلام بتاعك صعب قوي، انت اسمك كبير قوي، يعني الراجل ده ازاي ما يلعبش اللي جاب جون زي ده؟ انت اسمك كبير قوي والعين عليك جامده جدا ومفيش غيرك في الساحه. نعم. مفيش منافس، انت اللي بينافسك اللعيبه اللي بتقع منك بتديها لفرق تانية، هم برضو بيجي ينافسوك، ده مش حد تاني يعني. ف الاعلام دايما عايز الرننج او التايمنج اللي احنا بنعمله انا وانت دلوقتي ده، بس احنا ان بيس في سلام وبندي مسج لطيفه ومن غير اي توجه ومن غير اي، احنا بنتكلم كوره، اي ادعاء في اي حاجه، ان احنا بنفهم اكتر من الناس يعني. ف ما شاء الله يعني حاجه، بص ورزقه بيرجع له تاني. طيب انا عايز اسال حضرتك برضو سؤال مهم جدا، صفتك واحد من ابرز نجوم جيل من افضل الاجيال اللي جت في تاريخ الكره المصريه وليس فقط في النادي الاهلي، وابن من ابناء النادي الاهلي في الناشئين، عايز اسال حضرتك هل من الطبيعي ان قضايا النادي الاهلي حتى لو في انتقاد وحتى لو في بعض المشاكل، واعتقد ان دي هو اكيد موجوده بس مش بالشكل اللي بتضخم، هل انها تتناقش في وسائل الاعلام وبعض الاعلاميين اللي كانوا بينتموا في يوم من الايام للنادي الاهلي بشكل كبير جدا وكثير الانتقاد، هل ده وضع صحيح؟ لا مش وضع صحيح طبعا، يعني انا النهارده مصالح في كلها، كل الدنيا ماشيه مصالح يعني. انا النهارده مع محمود طاهر شايف شغله، وانا مع محمود طاهر ماشي كويس، انا مش ماشي مع محمود طاهر كويس، هدور على اللي هيجي بعد محمود طاهر واقعد ادي في. طب ليه ما ابصش على كارير النادي الاهلي كده؟ على ايه؟ من غير ما ابص على اشخاص؟ ليه ما ابصش مصالح؟ إن انا بقول لك بصراحه يعني ماشي، انا بقول مش هقدر اتكلم كده بس يعني انا بسالك عشان اعرف حضرتك صريح. لا انا ما بخافش ومفيش حاجه تضايقني من اي حاجه، والصح انا بعمله. بس في مصالح الحياه بقت صعبه شويه، كل واحد بيدور على مصلحته.